I love you so much. خليني اقول لك شيء، انت بتقولي انه كنت مفكرتيني متكبره، انا انساني متكبره. ها احيي حفله، احيي حفله يعني شو اغني ارقص؟ اه بدك ياني اروح اوزع جوائز لصناع المحتوى؟ لانه انا بطل في جائزه وتناسبني. كاسة ونص بتكفيكم، نحن 8 كاسات ما بتكفينا، نحن بالعادة صراحة كاسة بتكفينا، كيف وشلون ما بعرف، بس انه اذا عملنا كاسة ونص يعني الكاسة ونص بتكفي لبكرة ونعمل جنبها هيك طبخة صغيرة. 8 كاسات ما شاء الله عليكم، انتوا كم واحد؟ شو 8 كاسات رز؟ انت شو عم تحكي 8 كاسات رز؟ تعمي البناية كلها، نعيش نحن بالسنة على 8 كاسات رز. المهم لأنه الدجاج سخن فأنا بقطعه بالشكل هنا مشان ما أحرق أصابعي، بس لو حماتي هون كنت خليتها هي تقطعه. تمام أوكي، صار عندي عضلات اليوم من كنت أشوفه. ها ها فنانة يا جماعة، يعني معكم حق تسألوا عن شو في جوا الصندوق تبع عيد ميلادي ان شاء الله، لانه المقاطع كانت كثير كبيرة وطويلة لانه ضلينا يوم كامل عم نصور هالفيديو، فاخذنا المقاطع والمعدل هو بزيارة دبي، فان شاء الله هو رح يكون ببيته يوم الاحد، يعني اذا الله راد يوم الثلاثاء رح ننشر لكم الفيديو، فكتير متحمسه صراحه لحتى تشوفوا، هو فيديو كتير حلو، شغلات فيه كتير حلوه، ما توقعت هيك ابدا من صراحه، لانه باخر الفيديو رح تشوفوا سربرايز اكبر من الصندوق وبس. والله يعطيكم العافيه. لا خلقي انا مدام هاي مايك، لا ليش كبش هلا رح نضيف الدجاج. هلا انا بعرف اسوي اكل صح؟ يس والله اكل منيح. وانت رح تاكلي صح؟ يس باكل اوكي منيح. اوكي ضفنا، عادي عادي خذي راحتك فيك تطلعيني شوي هيك عادي. هلا ضفنا، صار في عنا فلافله خضراء وحمراء وفطر ودجاج. الدجاج بعد